الوارث مثل ذلك. وارث من؟ يعني افترض أن الرجل طلق المرأة ومات، طلق المرأة ومات، الذين يرثون الزوج يقومون مقام الزوج بالإنفاق على الزوجة وولديه، هذا قول. فقال بعض العلماء في تفسيري وعلى الوارث مثل ذلك: وارث الزوج الذي قد مات وخلف أطفالا مع أمهم المطلقة. وقال آخرون من أهل العلم: الوارث وارث الطفل إذا مات الطفل، إذا كان أبوه قد مات والوارث سيرث هذا الطفل، يأتون إلى وارث الطفل. من الذي سيرث الطفل؟ الولد أصبحت له ميزانية الآن. يعني القائلون بالقول الأول قالوا الأب مات وترك تركة، والمولود هذا له جزء من التركة، فلما تغرموننا في المال؟ فمن العلماء من قال: الوارث وارث الطفل إذا مات الطفل. يعني نتصور أن الطفل مات، من الذي سيرثه؟ فلان فلان وفلان وفلان، أعمامه أو أمه أو هؤلاء ينفقون على الطفل، فكما أنهم سيرثونه إذا مات ينفقون عليه إذا شب. إذن ففي قوله: وعلى الوارث مثل ذلك أكثر من قول، على الوارث مثل ذلك أكثر من قول.